الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء القرآني المبارك الذي نجتمع فيه ونتواصل على مائدة كتاب الله تعالى. فالمصحف منشور وآيات الله تعالى تتلى وتجود، والقلوب إن شاء الله حاضرة ومتدبرة، وبذلك يقع الانتفاع من هذا القرآن العظيم المبارك الذي أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس ولإنقاذ الناس من كل ضلال ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى في هذا الكتاب: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالحمد لله على اللقاء بخير وعلى كتاب الله تعالى. وصلنا في هذا البرنامج في سورة الذاريات إلى الآية 24، ونأخذ اليوم من الآية 24 إلى الآية 30، وهن آيات سبع مباركات، وفي السبع سر كما يقال. فالآيات سبع نسمعها مجودة إن شاء الله وفق قراءة الإمام نافع قارئ المدينة. فقد اعتدنا في هذا البرنامج أن يكون التركيز على قراءة إمام الحرم المدني إمامنا نافع رحمة الله عليه، باعتبارها مقرأ أهل المدينة ويكفيها ذلك شرفا وفضلا، ولاعتبارها أيضا قراءة عامة أهل هذه البلاد والبلاد المجاورة من هذا المغرب الإسلامي. ففي المغرب الإسلامي وإن بعدنا عن الحرمين جغرافيا، فنحن بحمد الله موصولون بهم قرآنيا. فالقراءة قراءة الإمام نافع، والمذهب مذهب الإمام مالك إمام المدينة. ومن العجيب أن إذا علمنا أن الإمام مالكا كان يتتلمذ على الإمام نافع في القراءة، ونافع يتفقه على مذهب الإمام مالك، فكان كل منهما شيخا للآخر، وهما أيضا لهما فضل أن عاشا ودرس ودرس ومات ودفن بالمدينة المنورة. فهما مدنيان بامتياز، إمام المدينة في الفقه الإمام مالك، وإمامها في القراءة الإمام نافع. فلله الحمد والمنة على هذا التوفيق. في ضيوف قراء نستضيف القراء أهل القرآن الذين بذلوا جهدا نرجو الله أن يتقبله في حفظ القرآن وتجويده ودراسة علومه من رسم وضبط، حتى استحقوا أن يحصلوا على شهادة عظيمة عالية، إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعرف عندنا بالإجازة، فهذه الإجازة هي أعظم شهادة، لأنها إسناد متصل من فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله. وبذلك يكون صاحب القرآن فعلا رجلا من أهل القرآن، شابا من أهل القرآن، قرآنه قرآن متصل بالإسناد. حتى إن علماءنا قالوا إن الإنسان يجب أن يكون مجازا، أو صحح القرآن على مجاز فأجازه ولو كلاميا، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأنه ما لم يسمعه من أهل الرواية والإسناد ويتأكد من موافقته لما روي فهو على خطر، ربما قرأ على خطأ وربما أقرأ غيره الخطأ أيضا. فالحمد لله ضيوفنا دائما أهل إجازة وأهل خير. اليوم معنا قارئ كريم اسمه يحيى أول محمد محفوظ، مجاز الحمد لله في قراءة الإمام نافع. والقارئ أيضا المبارك الشاب هو أيضا اليوم ضيوفنا الشباب، ويسرنا أن يكون من هذا الشاب الحمد لله في هذه البلاد مجازون، بل عندنا من هو أصغر منهم قد حصل على الإجازة، هذا بفضل الله تعالى. الأخ أبوها عالم والسيدي عثمان، فمرحبا بكم يا قراء في برنامج قراء، حياكم الله. إذن خير ما نفتتح به أن نسمع الآيات برواية ورش، باعتبارها الأكثر انتشارا والأصعب أيضا من الناحية التجويدية. فنسمع الآيات برواية ورش مع الأخ
ماحية والمحمد محفوظ. بسم الله فابدأ استعذ واقرأ هذه الآيات برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تلاوة ما شاء الله حسنة. يحيى ما شاء الله أنت مجاز الحمد لله. كيف أين حفظت ومن أجازك؟ هذا شيء سرنا أن نعرف حتى يقتدي بك الشباب. قريت القرآن صغير على والدتي اسمها خديجة بنت حبيب. الوالدة حافظة. الوالدة حافظة الحمد لله عندها الإجازة. مجازة. يعني هي الحمد لله مجازة وقرأت عليها القرآن. قرأت عليها القرآن صغير. كملت الحفظ عندها. كملت الحفظ والرسم. ثم درست بقية العلوم في أي محضرة؟ محضرة البلد الطيب. محضرة المجاز شيخ. البلد الطيب. البلد ما شاء الله. البلد الطيب هو بلدة طيبة وناس طيبون. معروفة هي في البراكنة؟ هي في ولاية البراكنة نهاية غرب الولاية ما شاء الله. الله يجازيها خيرا فهي بلدة طيبة أسست على خير وعلى الخير تقوم. شيخ المحضر اللي أجازك اسمه؟ المصطفى والمنشاء. المصطفى والشيخ محمد يحيى هو الشيخ محمد العالم. إذن هو عالم وابن عالم. الله يحفظهم جميعا ويبارك في علمهم. أخذت عندهم الإجازة في مقرأ الإمام نافع. فلله الحمد والمنة. والوالدة الحمد لله مجازة يتحفظ يتحفظ الحمد لله. الآن محارتها حفظها الله قائمة الآن. في أي منطقة؟ منطقة ولاية براكنة اللابدة اسمها اللابدة تابعة لبلد تقشور شقال تابعة البلد. إذن شرق الولاية. شرق الولاية. إذن قرأت ما بين شرق الولاية إلى غربها. لا صحيح. فالحمد لله هذا الشيء طيب جدا فلا نفوت إلا أن ننوه به. فالحمد لله أن تكون نسانا ولله الحمد حافظات فهذا الحمد لله شيء معروف. لكن أن تبذل المرأة جهدا آخر في دراسة علوم القرآن حتى تأخذ الإجازة فهذا أيضا خير كثير. فنرجو الله يبارك في الوالدة فهذا خير كثير طيب. والأحسن أيضا والأكمل هكذا تدرس. فحري بنا أن نعلم القرآن والنساء خاصة التي حفظن القرآن فحق عليهن أن يعلمن البنات. فإننا نرى صعوبة الآن في تعليم البنات وتعليم الفتيات لقلة نساء يدرسنا القرآن. فهذا شيء طيب نرجو الله أن يتقبل منا منها أو منها فتدريس. وكما نرجو أن يتقبل من الإخوة الفضلاء الصالحين في البلد الطيب جهودهم الطيبة. ما شاء الله عليك أخذت هناك الإجازة في قراءة الإمام نافع. الله يبارك فيك. إذن هكذا سمعنا الآيات برواية ورش ونسمعها عن زميله الذي روى عن نافع أيضا معه وهو قالون. فهما زميلان كما أنتما يا قراء زميلان في الدراسة. فنسمع منك يا أبه عالم الآيات برواية قالون عن الإمام نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت يا أباه عالم والسيدي عثمان، فتلاوة طيبة ما شاء الله ملتزمة، ويظهر الفرق بين ورش وقالون في نمط القراءة ودرجة السرعة. ورش له الترتيل وقالون له الحدر، فهو درجته ممن قرأ بالحذر أو الهل، معناه له درجة سرعة أكثر من ورش. فذلك نص علماؤنا على أن هناك مراتب للقراءة يتوزع عليها القراء السبعة، وهي التي نظمها أحد العلماء أظن الشيخ محمد حبيب الله بن ميابة الجكني رحمة الله عليه، قال رتل حمزة وورش في الأدى وعاصم مثلهما قد جودا، ثم ابن عاصم مع الكسائي قد روي التدوير للقراء، والمكي والبصري وقالون تلا بالهذ كلهم بوصف كملا، وكل واحد يجيز ما روى سواه إذ شرط التواتر حوى، وغلط المدمج والممططا إذ التلاوة بذينك خطا. فرحمة رحم الله علماءنا قد كانوا يضبطون هذه المسائل المتفرقة بأنظامهم الرائقة الجيدة. إذن هذه الآيات سمعناها أبها عالمة الحمد لله مجاز أيضا بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لك. من أي محضرة أخذت السند؟ في محضرة المحسنين. محضرة المحسنين للشيخ قراء العاصمة، فهو شيخ قراء العاصمة ورائد مدرسة التجويد في العاصمة، هذا حق والحق يقال. فشيخنا الشيخ الشيخ أحمد حفظه الله وعافاه وشفاه له جهد يذكر فيشكر، فهو حقيقة رائد مدرسة التجويد والأداء في العاصمة، نرجو الله يبارك فيه. محضرة المحسن هذه من حسناته، فهو من كبار المحسنين، فأسس هذه المحضرة ونفع الله بها. أقبلت فيها إجازة في قراءة الإمام نافع. الله يبارك فيك يا أبا عالم وينفعنا وإياك فيما علمنا. إذن المشاهدون لا شك على انتظار في الخطوط، ولكن سنعلق قليلا على بعض الأحكام الواردة في الآيات فرقا بين ورش وقالون. هل أتاك حديث، هل أتاك هي فرقان بين ورش وقالون. فورش له نقل حركة أتاك إلى الساكن في هل، وفيه عنده التقليل الألف الواقع بعد التاء يميله إمالة التقليل، فيقول هل أتاك حديث، هل أتاك حديث، بينما قالون يخالف في الحكمين فيقول هل أتاك بالفتح الخالص. أيضا من الفروق المد المنفصل إلى أهله، فقربه إليهم، هذا المتصل عند ورش المنفصل عند ورش كالمتصل لا فرق، يشبع المد، بينما لقالون الخلف، ولكن المقدم له عندك يا أبا عالم مقدم له في المد المنفصل هو مقدم له في قصر، قصر وبه قرات. إذن إلى أهله قربه إليهم. كذلك من الفروق ألا تاكلون، ألا تاكلون بإبدال همزة تأكلون على قاعدة ورش في إبدال فاعل الفعل، أما قالون فعلى الأصل يحقق فيقول ألا تأكلون. هذا تقريبا هو جل الفروق في هذه الآيات بين ورش وقالون، وليس فيها اليوم كثير أحكام. ورد في هذه إذ دخلوا، إذ دخلوا،
ننبه على أن هذه الدال من الحروف النصة في الدرة اللوامع على إظهار إل قبلها. فقد قال في الدرة اللوامع. إذن بعض المشاهدين مصرين على الدخول معنا في الاتصال. نعم رحب بالأخ يحيى. نعم يحيى. نعم أخوي يحيى تفضل يا أخي. ما نسمع الصوت لكل مهندس يزدون شوي صوت. نعم صوت ضعيف أو معدوم. انقطع الخط بالأخ يحيى نرجو أن يستأنف. قال في دول اللوامع وإذ لأحرف الصفير أظهرا لورش قالون ولهجاء جت ليس أكثرا. تلاحظون الدال هنا من حروف جت. إذ دخلوا أظهر من غير قلقلة ولا إضغام. نعم إذن الإخوة المشاهدين عليهم ينتبهوا شوي معنا. سنبدأ في استقبال مكالماتهم يكونوا منتبهين معنا. نعم البعض بدأ ولكن ما نسمعين للأسف. أيوة الصوت ما هو مسموع. فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيبة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرته ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله تلاوة حسنة. وإن فاتنا أولها لضعف الصوت لكن في خاتمتها كفاية ما شاء الله فيها إتقان. بارك الله فينا وفيك. نعم شوفوا مشاهد آخر. نعم 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 تفضلوا. نعم نعم نحن معك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله ما شاء الله تلاوة طيبة وملتزمة. كيف سمعتوا معي القراءة؟ سمعتوا التلاوة ما شاء الله ملتزمين. أرجو الله يبارك في قارئتي بها. نعم نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله، تلاوة طيبة وملتزمة برواية قالون. قالون ما شاء الله التزمت فيه، لاحظ ظهر ذلك من خلال الأمداد والفتح والإمالة. نعم نعم. وعليكم السلام. الاسم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام إن شاء الله. لا قوة إلا بالله. تلاوة الحمد لله حسنة وملتزمة. لاحظوا في هذه الآيات أحكام التنوين مختلفة، هنا ثلاثة تقريبا من أربعة هي أحكام التنوين من الساكنة، وهي الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب، ثلاثة منها موجودة في هذه الآيات. نعم نعم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى يا أخت انتبهي، فراغ إلى أهله. نعم. Ta-da!
فقربه يا أخت انتبهي فقربه أيوة قالوا كذلك قال كذلك قالوا كذلك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. ما شاء الله. إذن هذه التلاوة استفدنا منها قضية هذه فراغ فراغ رام فخم على أصله لأنه ما في سب لترقيقه. وكذلك هذه كذلك قال ربك هذا الكاف كذلك وذلك هو كاف المخاطب يختلف باختلاف المخاطب ليس من اسم الإشارة وبالتالي هو المخاطب. إذا كان واحد كذلك كذلكما ذلكما ذلكن ذلك هنا قالوا كذلك قال ربك لتأنيث المخاطب قالوا كذلك. ولكن في القرآن في مكان آخر خطاب للمذكر وهو زكريا قال كذلك قال ربك هو علي هين. إذن المخاطب المذكر كذلك قال ربك والمؤنثة كذلك قال ربك. نعم 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 الاسم انقطع الخط للأسف. إذن هذه الأحكام منها مثلا الإخفاء تلاحظوه معي يا شباب. فهذه سلاما قال سلام قوم سمين قبل القاف حكم الإخفاء ما عون. كذلك في بعجل سمين بعجل سمين هذا التنوين قبل السين حكم الإخفاء تلاحظوا هذا المثال. إذن هذا حكم الإخفاء. الإضغام وقع في السلام قوم منكرون قوم منكرون التنوين قبل الميم حكم الإضغام مع غنى. نعم نأخذ مشاهد. نعم نعم تفضلوا الاسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قوم منكرون فصكت وجهها وجهها قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله تلاوة طيبة ملتزمة الحمد لله برواية قالون. الحكم الثالث من أحكام التنوين هنا في هذه الآيات حكم الإلهاء تلاحظوا في هذه غلام عليم تاء
تحت مباشرة عجوز عقيم غلام عليم عجوز عقيم. هذا التنوين قبل العين حكم الإظهار تام. ثم لا ننسى أن هناك حروف من حروف القلقلة متوسط الكلمة، هذه إبراهيم بعجل سمين صكت وجهها وجهها. وهذا ما يؤكد ما نكرره دائما من أن الجيم الأصح فيه والأفصح أن تكون فيه شدة حتى تتيسر القلقلة، وإلا لو لم تكن فيه تلك الشدة لما تأتت فيه القلقلة أبدا. فهذه بعجل بعجل سمين صكت وجهها وجهها واجتباكم واجتنبوا واجتنبوا يجتنبون. فهذا النوع من الكلمات لا يمكن فيه القلقلة في الجيم إلا بشيء من الشدة، ولذلك أخذنا عن علمائنا الشدة في الجيم على أنها هي الأصح والأفصح، وفق الله جميع لما فيه الصواب. نعم 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 مشاهد تفضلوا. وعليكم السلام. صوت هلكيك حديث بنك إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليك فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكل. فقربه إليه قال ألا تأكل. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في كرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله تلاوة طيبة على صغار سن صاحبتها أو صاحبها. صوت صغير يبدو أنه ما شاء الله فيه إتقان، ما شاء الله يبارك فيه مدة في عمره. نعم إذا نستقبل ربما يكون اتصال أو اتصالين على الأكثر على أن نختم بعد ذلك إن شاء الله. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله محمد. الله يسلمك يا محمد أحمد. بسم الله استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هلكيك حديث طيب إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مسلم. سلام إلى يا محمد أحمد أحمد انتبه يا ولد انتبه يا ولدي. فراغ الراء مفخم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت
امرأته في سرة تخشت وجهها فقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله عليك يا محمد أحمد، الله يبارك فيك. ما شاء الله سمعتها الولد تلاوته ما شاء الله طيبة وملتزمة، نرجو الله يبارك فيه ويرزقنا وإياه القرآن والعمل بالقرآن. هذه فراغة يبدو أن يتمرن فيها بمفردها حتى يخلص تفخيم الراء فراغة، لأن لا أظن أعلم فيه قولا بترقيق، لأن ما فيه سبب من سبب ترقيق. فراغة فراغة، لأن أصل القاعدة أن الراء المفتوح مفخم، سواء كان في أول الكلمة مثل ربه ربنا في وسطها كما هنا فراغ إلى أهله، أو في آخر الكلمة إذا لم يتقدم عليه سبب في الأصل على أنه يعني صدرك مثل صدرك صدرك هكذا رأها مفخم عن الأصل. إذن فراغ فراغ إلى أهله، عليك يا محمد أحمد تتمرن فيها على التفخيم. نعم نأخذ اتصال هو الأخير في هذه الحلقة إن شاء الله. نعم 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 تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال لا تأكلون. فأوجز منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فقكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله ما شاء الله، تلاوة طيبة وخاتمة حسنة إن شاء الله. نختم عندها هذا اللقاء اليوم معكم أيها المشاهدون على كتاب الله تعالى في برنامج قراء الذي استضفنا فيه الإخوة القراء يحيى والمحمد محفوظ والأخ القارئ به عالم والاستديو عثمان. وفي الخاتمة نرجو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. كما نرجو أن يتقبل منكم أيها المشاهدون حسن الاهتمام والمتابعة لكتاب الله، ونرجوه كذلك أن يتقبل من الإخوة الفضلاء في التصوير وإخراج هذه الحلقة الأخ مالك سي والأخ زيدان. فأثاب الله الجميع وتقبل من الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.